عليكم بنات، كيف دايرين؟ عواشركم مبروكة، مرحبا بكم في فيديو جديدة. كيف كتشوفوا في العنوان، سسخالة ديكود رمضان ان شاء الله. كيف كتعرفوا احنا على ابواب شهر رمضان، اللي يدخل علينا بصحيحة والهنا. فقررت نبدل شوية على ديكود ديال الدار. كنت اولا نشري بزاف د الحاجات، ما مالوغوزمون في هاد الوقيته ما نقدروش، كلشي مسدود فغادي ندير من هذاك الشيء اللي عندي في الدار. واول حاجه كنبداو بها بيان سور هي التنظيف ديال الدار. غادي ننظفوا كلشي وغادي نخملوا كلشي ونخرجوهم يتشمشوا. وهانتوما معايا حتى الاخر ديال لا فيديو. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا، كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا، كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا، نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا، كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال، أهلا. ومن بعد ما سالينا التخمال وجميع ديال الدار، دابا غادي ندوزو لا ديكو. وهنا انا غير امبريميت كلكو زيلستراسيون د رمضان، من خديتهم غير من جوجل. كاينين بزاف، وتختاروا اللي عجبكم وصافي امبريميتهم. ودابا غادي نديرهم في لي كادغ اللي عندي في الدار، وغادي نزين بهم دريسوار، الموبل تي في، البيرو، مع هكا دي بوجي وداكشي، وصافي صافا لافير. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا، كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا، كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا، نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا، كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا، كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا، نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا.
مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا، نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال. وكانت هذه لا فيديو ديالي، نتمنى تكون عجبتكم، ونتلاقاو فيديوهات جديدة إن شاء الله مع شهيوات رمضان. وبسلام عليكم.